في الفيديو السابق تطرقنا إلى 3 حالات للمادة، وهي المألوفة بالشكل الأكبر في حياتنا اليومية: الحالة الصلبة solid، السائلة liquid، والغازية gas. ولمحت أن هناك حالة رابعة، وهي ولا تشملها لأنها بالعادة ليست في مجال الكتب الكيميائية، ولكن أصابني هاجس على أنه يجب أن أنوه للحالة الرابعة لكي لا أجعلكم متوترين. لهذا فكرت أن أعرج على الحالة الرابعة، وهي البلازما، وسأستخدم لون لامع مناسب لها، بلازما. وتعتبر الحالة الرابعة لأن لديها بعض الخصائص من الغازات، وهي تقريبا مجموعة فرعية من الغازات، لكن أيضا لديها خصائص الموصلية والتي لا تكون عادة مصاحبة للغازات. نعم، وكما تعلمون عندما نسمع هذا لأول مرة سنقول هذا شيء غريب إلى حد ما، البلازما. وفي الفيديو السابق قلت أنها تحدث عند درجات حرارة عالية، وهذا ليس بالضبط 100% صحيح. لا داعي لأن تكون درجات حرارة عالية، كان يجب أن أقول أنها تحدث في ظل ظروف معينة، حيث لدينا حقل كهرومغناطيسي قوي جدا أو أي شيء آخر يجعل الإلكترونات تصطدم أو تتحرك خارج الغازات، خارج الذرات من الغازات، وإلا سوف تحتفظ بإلكترونات. إذن هذا نوع من التشبيه لما يحدث في المعدن. عندما نتحدث عن رابطة معدنية نتحدث عن فكرة وجود بحر من الإلكترونات، لنتحدث عن الحديد مثلا رسمناه من قبل. ما يحدث في أغلب المعادن هو أن لديها العديد من الإلكترونات، فهي ترغب بشدة إعطاء الإلكترونات، حيث الإلكترونات تطفو خارج الذرات بهذا الشكل. نعم، وتخلق نوع من بحر كبير من الإلكترونات، ومن ثم الذرات نفسها تصبح مشحونة بأيونات موجبة، لأنها عملية تتبرع ببعض إلكتروناتها إلى بحر الإلكترونات، لذا تنجذب إلى البحر هذا، وهذا ما يجعلها طيعة، والأهم من ذلك هذا ما يسمح لها بأن تكون موصلة للكهرباء. لكنها جميعا في الحقيقة متقاربة جدا من بعضها، ولها هيكل كثيف جدا. البلازما هي الحالة، بحيث إذا أخذنا الغازات، وتذكروا في الغازات الجسيمات بعيدة جدا عن بعضها، الغازات لديها طاقة حركية كبيرة، بالرغم أنه لا داعي أن تكون كذلك، هذا يمكن أن يحدث أيضا تحت ضغط منخفض، لكنها تتحرك في الأنحاء وتصطدم ببعضها البعض، لكنها ليست قريبة لبعضها البعض، ليس لديها هيكل ثابت كما تعلمون، أو أنها لا تحتك ببعضها البعض، ليس في الحالة السائلة. لكن ما يحدث في البلازما هو أننا نزودها بمجال إلكترومغناطيسي قوي، بحيث أن الإلكترونات تتفرق. لنفرض أن هذه الإلكترونات ترتطم خارجة من البلازما، خارج من المادة الصلبة، لديها طبعا المادة الصلبة لديها الشكل الخاص بها. البلازما ستأخذ شكل وعاء كما هو الحال في الغاز، وأحيانا توصف على أنها غاز متأين، وتوصف على أنها متأينة لأن الإلكترونات أصبحت خارجا من الذرة. وعندما ترتطم الإلكترونات للخارج، فإن الذرات الأحادية الآن أصبحت مشحونة بشحنة موجبة كما تعلمون. نعم، هذا يسمح بوجود توصيل للكهرباء، لأن الآن هذه الإلكترونات تتحرك بحرية. قد تعتقدون أن هذه حالة غريبة من المادة، أين توجد هذه الحالة؟ هي توجد في حالة الصاعقة أو البرق مثلا، لايتنينج. سأنهي الفيديو بكتابة هذه الكلمة. الفكرة هي أننا نبدأ بالحصول على فرق جهد كبير بين الغيوم والأرض. نعم، الغيوم والأرض، هذه الأرض، وبسبب وجود فرق الجهد الكبير هذا بين هذين، لدينا الإلكترونات تريد أن تسير إلى داخل الأرض، لدينا تراكم الإلكترونات هنا التي ترغب في السير داخل الأرض، لكن لا تستطيع لأن الهواء في العادة موصل رديء، إنه عازل. نعم، ولكن ما يحدث هو أنه يوجد الكثير من الإلكترونات، حيث أن الإلكترونات القريبة من أو للجزيئات هنا على الأقل، هكذا أتخيلها جزيئات الهواء، الإلكترونات تبدأ بالهروب من هذه الغيوم. نعم، إذا الإلكترونات تبدأ بالرغبة في أن تتحرك بعيدا في جزيئات الهواء بهذا الشكل. طبعا الهواء هو مزيج من الأكسجين، النيتروجين، وثاني أكسيد الكربون وإلى آخره. تبدأ بالرغبة بالخروج أو الابتعاد عن الغيوم، إذا تبدأ بالانفصال وجعل هذا الهواء يتأين. وفي النهاية عند نقطة معينة، نعم عند نقطة معينة يمكن أن نحصل على توصيل بين الغيوم والأرض، إلى الأرض بهذا الشكل. عند هذا التوصيل يكون عندها الهواء في حالة البلازما، وصل حالة البلازما متأين. التوصيل يرفع من درجة الحرارة. نعم، إذا الإلكترونات تتدفق على طول الطريق إلى الأرض. طبعا هذا الرسم بهذه الطريقة بالضبط يعبر عن الصاعقة، أما البرق فهو ما يحدث من انتقال الإلكترونات بين غيمتين بجانب بعضهما البعض. إذا بسبب وجود مجالات كهرومغناطيسية قريبة جدا، وضغط عالي جدا أو قوية جدا، وضغط عالي جدا في تلك النوعية من البيئة، نعم،
يمكن أن نحصل على حالة حيث الإلكترونات يمكن أن تنفصل عن الذرات، وبالتالي وصول لحالة البلازما كما شرحناها هنا. فكرت بالتطرق لهذا الموضوع لأنه مهم جدا وموجود في الكون على مستوى الكون مثلا، على فمثلا النجوم كلها بلازما بشكل كبير، لذا هي الحالة الأكثر شيوعا من المادة في الكون، بالرغم أنه في حياتنا اليومية على الأرجح نصطدم بالسوليد الليكويد الغاز. وشيء آخر أريد توضيحه من الفيديو السابق هو عن أو الروابط بين جزيئات الماء، عن الروابط بين جزيئات الماء. ولنقل أننا نتحدث عن الحالة الصلبة، لدينا الأكسجين هيدروجين وهيدروجين، نعم، ولدينا بعض الإلكترونات هنا، بعض الإلكترونات هنا، ولنفرض أن هناك هيدروجين آخر هنا وأكسجين وهيدروجين جزيء آخر من الماء، ربما هناك أكسجين هنا أيضا، هذا لديه هيدروجين، نعم، إلكترونات أيضا، سأمسحها من هنا، ومن ثم هذا لديه هيدروجين ولديه إلكترونين، زوجين من الإلكترونات الغير رابطة. إذا تحدثنا عن الفكرة، تحدثنا عنها عدة مرات من قبل، حيث أن الأكسجين هو أكثر كهروسلبية فهو يحتكر الإلكترونات، نعم، إذا طرف الأكسجين يبدأ بالحصول على شحنة جزئية سالبة، بينما الهيدروجين يبدأ بالحصول على شحنة موجبة جزئيا، لا لأنه مع الهيدروجين بالضرورة الإلكترونات ستكون قريبة من الأكسجين، الهيدروجين ينتهي بالحال بأن يصبح كالبروتون الذي يطفو، لأننا قلنا ليس لديه نيوترونات في معظم الحالات، إذا هذا لديه شحنة موجبة جزئيا، نعم، وطرف القطب الموجب من جزيئات الماء، نعم، طرف القطب الموجب من جزيئات الماء سوف ينجذب لطرف القطب السالب، وسمينا هذه الرابطة الرابطة القطبية، وهذا يبين أن ذاكرتي في الكيمياء في المدرسة الثانوية ليست مثالية، نسمي هذه الروابط الروابط الهيدروجينية. إذا هذه رابطة هيدروجينية وهذه رابطة هيدروجينية أخرى. القطبية مجرد اسم اعتدت عليه، أريد فقط أن أوضح هذا لأن هذا عمليا هو المستخدم في كتب الكيمياء، لا أريد تشويشكم أكثر. وهذه الرابطة موجودة فقط بين ذرات الهيدروجين، نعم، المشحونة موجبة جزئيا، لأن الإلكترونات تتحرك بالقرب من الأكسجين، وذرة الأكسجين مشحونة بشحنة سالبة جزئيا، طبعا من جزيء آخر، نعم، لأنها سرقت كل هذه الإلكترونات من الهيدروجين. يمكن رسمها هكذا، وتسمى الرابطة الهيدروجينية، والروابط الهيدروجينية تميل لأن تكون بين الهيدروجين، وكما قلنا بين الهيدروجين وعدد قليل من الذرات كهروسلبية بشكل كبير، وهي النيتروجين الفلور والأكسجين، وهذه عمليا أكثر 3 ذرات كهروسلبية. إذا النيتروجين NH3 مثلا عندما يرتبط بالهيدروجين NH3، نعم، جزيء الأمونيا، عندما يرتبط بالهيدروجين هو كهروسلبي بشكل كبير، بحيث لدينا نفس الحالة، كل الإلكترونات تكون هنا، إذا لدينا شحنة سالبة جزئيا وموجبة جزئيا على أطراف الهيدروجين، ونفس الشيء بالنسبة لفلوريد الهيدروجين أيضا، نحصل على نفس النوع من الرابط الهيدروجينية HF، نعم. لذا في هذه الحالة هذا الطرف من الهيدروجين سينجذب إلى ذرة النيتروجين من الجزيئات الأخرى ويكون روابط هيدروجينية، أردت توضيح هذا. وبعد هذا يمكن أن نعود لبعض الأفكار من الفيديو السابق ونحل عليه عمليا بعض المسائل، نعم، لنأخذ الحالة مع الماء، دعوني أرسم، ما رأيكم أن نؤجل هذا الفيديو التالي؟ دعونا نؤجل، إذا نراكم.